هي هرمون لتقطيع وتقطيب أشجار الزيتون للتدفئة بدل المحروقات. درع الشرقي قمنا بتقطيع أكثر من 100 شجرة زيتون، وكل شجرة زيتون هي مثمرة وتنتج، وعمر الشجرة ما يقارب 45 عام. واضطرينا لقطع هذه الأشجار بسبب انعدام مادة المحروقات في ريف درع الشرقي أكثر من سنتين. وهذا الريف وهو يعاني من شح في جميع المواد البترولية والغذائية، لا يوجد لهذه المنطقة دعم لا من ائتلاف ولا من أي منظمة أخرى ولا من النظام. محرومة من المواد البترولية أكثر من سنتين.